وتمانە کە یەکێ لەو ڕێگە کاریگەرانی کە تا ئێستش پێمان وایە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە و دەتوانین گۆڕانکاری گەورە لە وڵاتەکەمان لە ڕێوە ئەنجام بدەین دەنگدانە. بۆیە هاوڵاتیان زۆ زۆر گرنگە کە ئەو مافەی خوان و ئەو کاریگەریەتی خۆیان بزان و هەوڵ بدەن بە هەموو لایەکیانەوە بە هەموو توانیانەوە بەشدار بن لە پرۆسی دەنگدان، چونکە چەند جارێک گوتووانە کە ئەم ساڵ ساڵی گۆڕانکاریە و لە ڕێی دەنگدانەوە دەکرێت زۆر شت بگۆڕێت. پێشتر پێشبینیت هەبوو بۆ ڕیفراندۆم، ئەمجارە پێشبینی چێ بۆ دەرەنجامی دەنگەکان لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و عێراقدا بەشێوەیەکی گشتی لیستەکان چۆن دەنگ دێن؟ ئەوەی کە دیارە و دڵنیانی ئەوەیە کە وەکووتوانە ئەمجارە گۆڕانکاری گەورە ڕوودات و گۆڕانکاری لە ساحی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ڕوودات، ڕەنگە ئیسەمن بۆم نەبێت زۆر شت هەیە بێڵم لەبەرەوەی لە ڕۆژی دەنگدانان، بەڵام دڵنیام ئەمڕۆ هەر ئێوارەکەی دەردەکەوێت کە گۆڕانکاریەکان چین و کە هێز و توانە و حەزمی لایەنەکان چۆن دەبێت. ئەم سیستەمی کێسە بۆ هەڵبژاردن بەکاردێنرێ، ئەو خەمەی لەلای قاوارەکان ڕەوانەتەوانێت کە توانای غەشکردن و گۆڕانکاری بەسەر دەنگەکانە نێڵ. بەڵێ بێگومان بەشێکی زۆری، بەڵام هیوادارین چ پێیستا خودزانە و بەیانی زۆر جارە کاژمێر نوێ، هیوادارین تا ئێوارە هەر بەم سیستەم بەردەوام بێ، هیچ خوانەخوااستە و نییە فێڵێ یا ڕێگەی تر نەدۆزنەوە. وەمە دڵنیان نەگەر بەم سیستەمە دەنگدان بەردەوام بێ بەشێکی زۆری، یعنی تقریبان 4-5 ڕێگەی تەجورکردن هەبوو، پێشتر ئەم سیستەمە 3 ڕێگەی بەلایانی کەمەوە هی ئەو تەجورکردنی نەهێشتووە کە پێیان وایە هەنگایەکی زۆر زۆر باشە. سپاس بۆ شاسر عبدالوحید سەرۆکی جوڵانەوە نوێی. على مركز الاقتراع وأدلى بصوتي كيف وجدت آلية عمل مراكز الاقتراع في هذا في محافظة سليمانية؟ بصراحة آلية كانت سهلة جدا، وإن شاء الله نتصور بأن تكون هذه آلية فعالة وتكون يعني عامل حقيقي لتقليل التزوير، وإن شاء الله نشوف النتيجة في المساء. أتمنى أن نستمر على هذه الآلية وأن لا يجدوا طريقة أخرى كي يتلاعبوا بالنتائج. برأيك ستكون هناك عمليات تزوير وستخلو أم ستخلو المراكز الانتخابية والمحطات الانتخابية من ظاهرة التزوير؟ طبعا الأحزاب الرئيسية بلا خزاني أتكلم عن إقليم كردستان وأتصور ممكن حتى في المناطق الأخرى في باقي محافظات العراق، الأحزاب الرئيسية هنا يحاولون أن يجدوا طريقة كي يسوى عملية تزوير أو كي يتلاعبوا بالنتائج، ولكن مراقبين الوضع بشكل جيد، وإن شاء الله نتمنى أن تستمر الوضعية بالشكل الذي نتمناه لحد إكمال عملية التصويت. طيب هل هناك شاهدة عمليات مراقبة للأمم المتحدة في هذه المراكز، وخصوصا أعلنت المفوضية هناك لجان مختصة من الأمم المتحدة مشرفة على هذا العملية؟ حسب معلوماتنا هناك طبعا مراقبين دوليين جاءوا من تقريبا مختلف بلدان العالم، ولكن خلينا نكون صريحين عددهم قليل، وهم ليس لديهم يعني حتى لا آلية ولا يعني طريقة كي يجبروا السلطات المحلية على أخذ طريقة ما أو إجبارهم على فعل شيء ما، ولكنه خطوة جيدة. هم مراقبين في النهاية تكون يعني عيون إضافية على مراقبين على عملية انتخابية. شكرا جزيلا. سارة وكبينيت شعسوار عبد الواحد. من نويلم خسر فردي تاجي ولاد هو غدم باش هيشي فتيل قاوت سر دميني هو أكم من سروقي شي بدوشي هافو راي أمي لسم من هاوارونا ليهم شوي جيجاري أم سر دمم ويلي بوق الهواية بروك الطيب روايا كلب شيديني أبسيني بيري هيزو توانايا